انظر إلى إيمان هذه المرأة. قالت أصبر ولكن أدعو الله لي أن لا تكشف. لو انكشف شيء من عورة هذه المرأة فهي معذورة لأنها مريضة. هذه وهي مريضة ومعذورة ما تريد أن ينكشف شيء من عورتها، صح؟ ومن العجب بل اليوم من الحضارة أن يكشف الرجال والنساء عن كل شيء، صح؟ هذه حضارة. نعم، من الحضارة أن يصبح مجنون ويذهب العقل الذي هو من نعم الله، صح؟ الحضارة والتقدم. طيب ما عليك، إذا هذه الأمور كلها تدل أنه لا يصح أن يحل السحر أو يعالج السحر بسحر. بعد هذا ذكر لنا باب ونختم به إن شاء الله تعالى. باب خطير جدا ويقع فيه كثير من الناس اليوم، وهو التطير، التشاؤم. يتطير يتشاءم، بماذا؟ التطير قال هو التشاؤم بمرئ، يرى كلب أو حمار أو بومة أو رجل أعور أو أعرج أو كلب، مرئي شيء يرى بعين، أو مسموع يسمع صوت حمار مثلا، أو معلوم أي أزمنة وأمكنة، يتطير ببعض الأزمنة وبعض الأمكنة. متى الزواج؟ قال في يوم الأربعاء. قال لا، يوم الأربعاء هذا عندي يوم مشؤوم. هذا التطير بماذا؟ بأزمنة. قالوا نعطيك رقم جلوس في الفصل، الرقم 5. قال لا، ما أريد 5 أبدا والله، أنا أفصل من الدراسة وأخذ رقم 5. تعال نمشي من هذا الطريق. قال والله ما أمشي من هذا الطريق. لماذا؟ قال حصل علي حادث في هذا الطريق، هذه أمكنة. موجود هذا؟ موجود. التطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو زمان ومكان. انتبه، حكم التطير الأصل في شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. يضحك هذا، يضحك يضحك، فهذا يقول أعوذ بالله من هذا الضحك، أو كفانا الله شر هذا الضحك. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه بعد الضحك تأتي المصيبة. يعلم الغيب هذا ولا ماذا؟ موجود؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد الله يكفينا شر الضحك، صح؟ وبعض الناس يستيقظ في الصباح ويقول والله اليوم نفسي مقبوض، أشعر أن المصيبة قريبة جدا، يعني ممكن حتى ما تمر ساعة من الآن، يعني قبل الظهر، قبل الظهر المصيبة جاءت.
اتصل على فلان لعله عنده خبر يعني ونرجع صح؟ أو أول ما يخرج من المنزل يقابل إنسان أعور أو أعور يقول أعوذ بالله من الشيطان يا الله صباح الخير قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا تطير ما علاقة هذا أسود أو أحمر أو أزرق ما علاقة لا علاقة طيب حاكم من الحكام أو خليفة أو المهم في زمن الأزمان أراد هذا السلطان الخروج إلى الصيد ومن عادة أن يخرج للصيد ولا يخرج مع أحد من الحرس فعندما أراد الخروج قال له الوزير أخرج معك إلى الصيد ورافق الصيد قال طيب تعال لا إشكال فعندما أراد الخروج انقطع أسبع الملك يرحب فقال الوزير للملك الحمد لله لعله خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير قال الحمد لله هذا خير غضب السلطان قال سبحان الله فرحت أني قطعت أدخله السجن فأدخل الوزير إلى السجن وقال له سجن قال نعم قال لعله خير يهزأ به ثم خرج الملك أو السلطان هذا في الصيد في الطريق وهو يبحث عن الصيد وجدوا جماعة من الناس وأمسكوه قال ماذا تريدون؟ قالوا نحن لنا أيام نبحث عن قربان نقربه للآلهة يعني إنسان يذبح حتى يكون ذبح لغير الله محبة وتعظيم شرك أكبر قال أنا سلطان وأنا قالوا الحمد لله لن نجد أحسن من كبش سمين سلطان قيدوه فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يديه وجدوه مقطوع الإصبع قال والله أنت معين لا تصلح أن تكون قربان للآلهة اتركوه فرجع مباشرة إلى الوزير وأخرجه من السجن قال والله إن قطعي خير قال الوزير لا والله إن سجني خير قال لماذا؟ قال لأني لو كنت معك في الصيد أنا لست معي كنت الآن في إعداد الأطنان المسلم دائما متفائل ما يتطير ولا تشاء أبدا لأن التفاؤل حال من؟ حال الموحد والتطير والتشاؤم حال المشرك والمنافق
التفاؤل حسن ظن بالله. والتطير والتشاؤم سوء ظن بالله. التفاؤل يكون فيه انشراح في الصدر، والتطير انقباض في الصدر. التفاؤل مستحب والتطير شيء كسر. التطير ما أمضاك أو ردك. يعني هو الآن متردد هل يتزوج سعاد أو لا، متردد، فماذا يصنع؟ يأخذ وردا، أتزوجها الحمد لله. هذا هو التطير. أو بعض الناس هدانا الله إياه يتطير حتى بالمصحف، يضع المصحف ويفتح. إذا وقع نظر على آية فيها رحمة قال الحمد لله توكلنا على الله. وإذا آية فيها عذاب قال أعوذ بالله تركنا الزواج. ما أمضاك أو ردك، يعني جعلك تمضي أو ترجع. ما هو علاج التطير؟ علاج التطير يكون بدراسة التوحيد. وبالتوحيد تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك في رعاية الله. الثاني قال يذهب الله بالتوكل، صدق اعتماد، تكون صادق في اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. الثالث تأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع لا تلتفت لهذه الأشياء، تسمع صوت أو ترى شيء أو أيام أو أرقام، ما تبالي بهذه الأشياء. ولا تجعلك هذه الأشياء تمضي أو ترجع. الله أعلم، يعني نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى. نبدأ بعد صلاة الظهر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.